الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قول أحدهم إذا توفي له قريب قال انتقل إلى جوار ربه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن أمور الغيب توقيفية على الدليل الصحيح الصريح، فلا يجوز أن نجزم أو نقطع بشيء من أمور الغيب إلا وعلى ذلك القطع دليل من الشرع، وإلا لكنا من المتخوضين في دين الله عز وجل والمتقولين عليه بلا علم، وهذا محرم في الشرائع كلها، كما قال الله عز وجل: ولا تقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلم الغيب المطلق من خصائص الله تبارك وتعالى، والشهادة لإنسان من المؤمنين مات بأنه انتقل بعينه إلى جوار ربه هذه شهادة له بالجنة، لأن الإنسان إذا كان في جوار ربه يعني يكون في الجنة، والشهادة للمعين بالجنة لا تجوز إلا في حق من شهد له النص، وأما من عداه فإننا نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، ولكن من غير قطع لمعين بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار بلا دليل ولا برهان. فإذا نحن نرجو لمن مات على الإيمان بأنه يكون من أهل الجنة ونرجو له الخير، ولكن لا نقطع بذلك. فإذا كنا نشهد له شهادة عامة كأن نقول هو مات على الإيمان والمؤمنون في الجنة، فهذه شهادة متفق على جوازها وصحتها. لكن إذا كانت الشهادة له بعينه كأن نقول هو مات مؤمنا وهو أي بعينه عند جوار ربه انتقل إلى جوار ربه، فهذه الشهادة المعينة أمر لا يجوز لأنه من علم الغيب وأمور الغيب توقيفية ولا يجوز التخوض فيها إلا بعلم وبرهان صحيح صريح. والمخرج من ذلك أن نقلب الشهادة من كونها معينة إلى كونها عامة، فبدل أن نقول انتقل فلان أي بعينه إلى جوار ربه نقول المؤمنون إذا ماتوا ينتقلون إلى جوار ربهم. وهناك مخرج آخر، وهي أن نعلق هذه الشهادة المعينة بأمر يرد فيه العلم إلى الله تبارك وتعالى، كأن نقول انتقل إلى جوار ربه إن شاء الله، فهنا نخرج عن المحظور، أو نقول انتقل إلى جوار ربه نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا والله أعلم.